بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير والمحبة والابتسامة، حياكم الله أحبابنا وين ما كنتوا تتابعونا داخل الكويت وبرا الكويت، ومساء جميل يجمعنا معاكم دوم على الخير والمحبة والمعزة مع ضيوفنا الكرام اللي راح ينورونا الليلة باستديو مسائي، مواضيع مختلفة راح نناقشها معاهم إن شاء الله. اليوم من خلال حلقتنا راح نلامس حاجة كل أسرة وكل بيت وحاجة المجتمع، راح نحاول إن شاء الله أن نتعرف على الطريق، هذا موضوعنا، الطريق إلى الشهرة في شبكات التواصل الاجتماعي، هل هي محفوفة بالمخاطر؟ هل هي تحتاج إلى غرس وإلى تعب وإلى ناس على 30 سنة ويا الله ها توصل اليوم ما شاء الله السرعة هذه، هل هي فعلا بالونة آخر شيء أو بالون ينتفخ بعدين ينتهي؟ مواضيع كثيرة حول هذا الموضوع راح نتكلم معاه مع ضيف كريم وعزيز معانا، ودائما شيء يعجبه وأشياء ما تعجبه راح نتكلم عن التواصل الاجتماعي مع ضيفنا، وأيضا راح نتعرف في هذا المساء وراح ننطلق عن حملة تختص أو تخص العنف ضد الأطفال، راح نتعرف على هذه الحملة، في عنف ضد الأطفال يمارس؟ إيه نعم في عنف ضد الأطفال يمارس، من قبل من؟ من قبل الجيران ولا المعلمين ولا إذا راح ألعاب أو غيره؟ لا لا لا، من بيته، من أهله، من والده، من والدته، في عنف ضد هذا الطفل، وهذا الطفل له حقوق وأيضا عليه واجبات، هذه الأسرة لها عليها واجب اتجاه هذا الطفل، راح نتعرف عليهم، وهناك حملة جميلة وكريمة راح تعرفنا على هذه الأمور بشكل مختلف مع ضيفة عزيزة راح تنورنا إن شاء الله في البرنامج. لكن خلال البداية أترككم مع هذا التقرير وهو افتتاح جمعية الطب البديل، نشاهده مع بعض نرجع لكم إن شاء الله. بسم الله، الحقيقة احنا تشرفنا بهذا الحضور المميز من الأخوة والأخوات والمهتمين في الطب البديل وعلى مستوى الكويت والخليج، والحقيقة كان الحضور حاشد جدا، واحنا في الطب البديل الآن نهدف إلى إيجاد بيئة خالية من الأمراض بتضافر الجهود المكثفة فيما بيننا وبين الجهات الرسمية في دولة الكويت، وإن شاء الله نسعى لتحقيق هذا الهدف السامي الذي يزيل العبء المرضي عن الأسرة، لأن كل فرد في الأسرة وهو مريض فالأسرة كلها مريضة، فنحن نحمل هذه الفكرة وهذا الانطباع حول هذه الفعاليات في جمعية الطب البديل الكويتية. جمعية الطب البديل هو طب يحتاج إلى التركيز والتوعية لأنه ينفع الإنسان، وأنا أحبه وأقرأ فيه كثير وأتمنى أن الجميع يساهموا فيه. من أهم الأشياء اللي احنا حريصين عليها في الجمعية لتحقيق أهدافنا والخاصة بمهنة الطب البديل، وهي طريقة الممارسة الصحيحة للطب البديل وإظهارها للعالم بشكل يعني راقي وبنفس الوقت شكل علمي بعيد عن كل الخرافات وبعيد عن كل الادعاءات اللي ممكن تسير خاصة بالعلاجات أو الأدوية أو حتى الممارسات الخاطئة اللي موجودة بالكويت وخارج الكويت. ولذلك احنا نفضل ان يعني وهذا اللي راح نسعى له في الفترة القادمة إصدار قانون لتنظيم مهنة الطب البديل وخاصة تحت إشراف طبي معتمد من وزارة الصحة الكويتية، وهذا إن شاء الله الفترة القادمة اللي راح نسعى له، ونكون حريصين بدفع التعاون مع وزارة الصحة في هذا الشأن. احنا نقول الطب التكاملي او التكميلي اللي يكمل عمل الطبيب، وانا احس ان هما يعني هدفهم واحد وهو طبعا رعاية المريض والبحث عن الأسباب الرئيسية للمرض وعلاجها بالطرق الطبيعية والأصيلة، وأيضا ما ننكر طبعا وجود الطبيب ولا ننكر تعبه ومجهوده، احنا بحاجة إلى الطب الحديث والطب التكميلي، ونتمنى أن أي الوقت اللي يعملون جنبا إلى جنب لمصلحة المريض. طبعا جمعيتنا هي الجمعية رائدة على مستوى الوطن العربي، وهي أيضا أول جمعية على مستوى الخليج العربي،
هدفها الرئيسي هو حماية المعالجين وحماية كل من يعالج بالطب البديل، ووضع قوانين لهذا يعني الطب يعني. طبعا الطب البديل هو اساس الطب الحديث والجديد كله، والاهميه هي وايد زينه حق الناس كلها، حق المرضى كلها، حق الكويت كلها، حق دول العالم كلها، لان كل دول العالم الحين قاعد تحط الطب البديل اساس حق الشغله هذه. فطبعا هذا شيء مهم حق الكويت وحق المرضى وحق حتى المستشفيات، لان حتى ساعات في ناس مثلا ما يستفيدون، لكن الطب البديل عنده فائده كثيره لهم، ففائده وايد زينه حق، ولازم نصيب الكويت طبعا. هذه أهمية زينة يعني حق الطب البديل، حق المرضى، حق الناس، حق الكويت أساسا، لأن دول العالم قاعد تحط ميزانية حق الطب البديل. الكويت ليش ما تسوي كذي؟ ليش ما تكون سباقة؟ لأن إحنا من عرفنا الكويت من طلعنا إنه كان بهاتنا كله طب بديل وكل طب شعبي وشغلات هذا. رب العالمين يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلذلك الإنسان إذا فكر بطريقة سلبية أو ممكن يكون حوله مؤثرات تأثر عليه بطريقة سلبية، هذا يؤدي إلى مرضى. ولكن عندما نقتلع هذا الأمر من جذوره فإن العرض يروح. لذلك أنا أقول أنا سعيد اليوم، أقول لهم بالمبارك، وإن شاء الله الكويت تتم دوم في الريادة والصدارة. أحبكم، أختكم الدكتورة عبير الجندي. شكرا. بمناسبة الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية، افتتح المعرض الأول إكسبو 965 لمعارض أو للمعارض التراثية والحرفية، ويعد الأول من نوعه في الكويت والخليج، وهو تحت رعاية كريمة من قبل معالي وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح. راح نتابع معكم هذا التقرير المعني بهذا الأمر، نرجع لكم إن شاء الله نستكمل باقي فقراتنا مع ضيوفنا الكرام اللي راح ننطلق معهم بهذا المساء بمواضيع مختلفة ومتنوعة. بدايتها راح نتكلم عن العنف ضد الأطفال بعد ما نشاهد هذا التقرير. اليوم بتواجدي في إكسبو 965 في قاعة العدواني في ضاحية الدير السالم، حيث تواجد كثير من شبان الكويت وشاباتها لكي يعرضوا ما لديهم من مقتنيات تاريخية وتراثية، وكذلك لعرض بعض الحرف الأصيلة الكويتية. استمتعت كثيرا بتواجدي هنا مع أبناء عمومتي، واطلعت على الكثير من الأشياء التي لم أكن أعرفها من قبل. فأدعو من خلال قناة الرأي المشاهدين إلى التواجد في المعرض خلال الأيام القادمة لكي يطلعوا على ما هو من الأصالة الكويتية إن شاء الله. طبعا انا حرفتي اللي هو الصناديق المشبنكه مع المشابك والديين، طبعا هذه اول مشاركه مع الفريق، وهذا اول معرض خاص حق فريق اكسبو 965. حرفتي تشكيل النحاس، وطبعا ابولش النحاس وتنعيم النحاس وتلوين على النحاس. بلشنا الشغلة هذه طبعا أنا ويا مرتي بنفس الوقت، أنا صار لي سنة، هي صار لها سنتين على الشغلة هذه. هي تعلمت من أستاذها بالجامعة وأنا تعلمت من بعدها.
نعطيكم نبذه بسيطه عن الموروث البحري الكويتي لاعمال جرافه والاستاديه. طبعا جرافه يعتمد الاستاد يعتمد على جرافه صناعه السفن الكويتيه القديمه، ومن اقدم صناعات السفن ومن اقدم صناعات القديمه بالكويت كان صناعه السفن والشراكيب والبيبان، كانوا بالكويت اول بسنه 1720 1730 كذي بلش صناعه السفن. فريق من البحارنة استاديه وقلاليف جو من البحرين واسسوا لهم ورش وقاموا يسوون السفن، لان احنا الكويت كلها معتمده على التجاره، تجارتنا احنا نحمل التمور من البصره الى الهند، وفي رجعتنا نشتري المواد الغذائيه والاخشاب لبناء البيوت وبناء السفن القديمه بالكويت. حياكم الله احبابنا وين ما كنتوا تتابعونا. العنف ضد الاطفال حمله اقامتها شركه نفط الكويت، وهي تمس هذه الشريحه تحديدا اللي قد تتعرض للاضطهاد يوما بعد يوم من اقرب الناس لهم. حول هذا الموضوع راح نتكلم اذا احنا قاعد نبالغ بهذا الامر ولا فعلا هو امر واقع بهذا الموضوع، وهو العنف تجاه الطفل. لذلك جاءت هذه الحمله وسنتحدث عن هذه الحمله واهدافها مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة انتصار صبر الهندال، وهي رئيس وحدة تعزيز الصحة بمستشفى الأحمدي واستشاري طب العائلة. مساء الخير دكتورة انتصار، حياك الله. مساء النور. سعيدين بلقانا معك، قواكم الله على هذا الجهد اللي قاعد تبذلونه. ودنا نتعرف ونعرف أيضا المشاهد الكريم على هذه الحملة، وهي حملة شركة نفط الكويت اللي تختص بالعنف ضد الأطفال. أول شيء الله يحييك ومشكورين على هالاستضافة. أشكر تلفزيون الراي على يعني وقفتهم دائما معانا في كل حملاتنا في شركة نفط الكويت. الحملة هي حملة قامتها شركة نفط الكويت تخص موضوع العنف ضد الأطفال. الحملة موجهة بشكل رئيسي طبعا لموظفين شركة نفط الكويت، بالإضافة إلى الجمهور كافة من خلال يعني توجهنا حق الجامعات، المدارس، الكليات، على أساس إن إحنا نبي نزرع في أولياء أمور المستقبل، أمهات وأبهات المستقبل، بعض المفاهيم اللي يعني نتمنى إن المجتمع كله يتعرف عليها إن شاء الله. ها دكتورة، يعني معناته هذه الحملة مستمرة على أيام؟ إيه نعم، طول الشهر إن شاء الله. طول شهر نوفمبر. ها 2000 هالشهر هذا. هالشهر هذا احنا تونا ان شاء الله مبلشين معاكم. حلو. وراح يكون لنا يعني عده زيارات حق اكثر شيء الكليات والجامعات. على اساس نوضح حق الجمهور والطلبه شنو يعني شنو احنا نبي اباء المستقبل وامهات المستقبل، شنو نبي منهم ان شاء الله، شنو تبون. طيب في محاضرين معاكم او في اساتذه متخصصين معنا؟ يعني على سبيل المثال اي احنا معنا عده اطباء من اطباء قسم الاطفال، استشاريين في قسم الاطفال، وهم اكثر ناس يواجهون هذه الحالات. صحيح. هم اللي راح يكونوا المحاضرين في هذا في هذه الندوات. صراحة حاولنا نستعين بعض الجهات، بس الجهات الأخرى المتخصصة هم مشغولين هم بشغلهم، بس دكاترتنا إن شاء الله يكفون ويوفون. ها كلكم أطباء يعني؟ كلنا أطباء. ما بين رجال ونساء؟ إيه نعم. وراح يتحدشون ويشوفون من خلال خبرتهم واللي شاهدوه بنفسهم والأمر اللي تعرضون للأطفال ويذكرون هذه الحوادث طبعا. زين، المؤسسات اللي المعنية بهذا الأمر، في مؤسسات مشاركة معاكم من دولة الكويت؟ أنتوا غير الجامعات راح تزورون؟ إي لا، إحنا بالنسبة لنا حملتنا مثل ما قلت لك راح تكون شبه إلكترونية لموظفين شركة نفط الكويت والقطاع النفطي بشكل عام، بالإضافة إلى الجامعات. الهيئات اللي موجودة بالكويت اللي تعنى بهالموضوع هما عندنا يعني اثنين، عندنا رابطة حقوق الأطفال الكويتية، وهذه تحت مظلة الجمعية الطبية الكويتية، مجموعة من الأطباء صراحة الشباب اللي يعني صار لهم فترة يشتغلون على هالموضوع من 2008. نعم. رابطتهم موجودة ولهم دور كبير حتى بموضوع قانون الطفل والأشياء هذه. واللجنة العليا لحماية الطفل هذه لجنة في وزارة الصحة
عملها الحين إن هي قاعدة تسوي مثل فرق للتدخل السريع موجودة بكل المستشفيات، لهم خطط إن شاء الله قريب راح يعلنون عنها، اللي هي راح يكون في رقم يتصل عليه الطفل أو حتى أي أحد يشك إنه في أي تعرض. هو الطفل دكتورة خلقه يعني مو خلي واحد واحد اثنين مزعجهم 24 ساعة يعني الحين تحط له رقم بعد شو بيسوي؟ يعني شلون تصدقونه يعني ممكن يطلع الولد عيار؟ لا لا هم طبعا يعني هذه يمكن حتى الدكتورة من الخواري أو أي أحد من اللجنة يتكلم فيها أحسن مني، بس يعني أنت حطيت المخفر مثلا، هل كل الناس اللي قاعد تشتكي فعلا الشكوى حقيقية؟ لا، في ناس مختصين بالمخفر يحققون يشوفون إذا أنت على حق بتاخذ حقك، وإذا أنت على باطل هم بتاخذ حقك. والله إحنا متشوقين الصراحة نشوف هذا، يعني نتمنى أن ما في أحد يتعرض إلى عنف الأطفال، لكن متشوقين أن نشوف يعني الإجراءات مع هذه الحالة إن وجدت على أرض الواقع، علما أن هناك قانون خاص للطفل يحمي عدل. اي طبعا، اللي صدر في 2013 اعتقد. لا هو صدر يعني للاسف طول شوي، بس الحمد لله انه صدر تو بيناير 2016 بس الشغل عليه كان بدا تقريبا من 2013، بس خلاص اقر القانون. جميل. في تاريخ في يناير. احنا نشوف تفعيل هذا القانون، يعني نشوف حاله شنو الاجراءات اللي تتم، شلون عمل التواصل، وين ياخذون هذا الطفل، يعني شيء جميل الصراحه. لكن اليوم الطفل أنتوا تحمونه من بالضبط؟ أنا قلت بالمقدمة بأن هناك عنف يمارس، مثل ما أنتوا ذكرتوا قبل شيء وتحكينا قبل الهواء أن في عنف يمارس من بعض الأسر تجاه أبنائهم. طيب أنتوا هل أنتوا رسالتكم موجهة لهذه الأسر اللي قاعد تمارس العنف ضد أبنائهم وتنبهونهم يا جماعة ترى الطفل له حقوق، دير بالكم في قانون يعاقب؟ هي موجهة بالأساس حق الأسرة. طبعا العنف ممكن يجي من أي أحد بالشارع على هذا الطفل، بس احنا خلينا نبدا بالبيت بالاساس، هو الاسره الخليه الاولى بالمجتمع. شنو هي الاسره؟ صحيح. اذا الطفل هذا ربى باسره فيها الحب والحنان ويعني ويعني رعوه من كل الجهات، راح يطلع شخص سليم للمجتمع، فراح حتى العنف بين الناس برا راح يقل، صح ولا لا؟ والله في ناس تتفق معك وفي ناس تختلف معك، يعني في ناس تمارس العنف ضدهم بالبيوت واليوم ما شاء الله تبارك الرحمن يكون قيادية بالدولة، وفي ناس يعني تدلعوا بالبيوت يعني ما كملوا المشوار ولا كانوا قيادي. وصحيح العكس، هي ما هي قاعدة. صح كلامك، صح كلامك قاعدة. بس احنا يعني ما قاعد نتكلم عن خلينا نقول الضرب، اكيد انت تقصد. لو تذكر اذا ابوك طقك هل عورك؟ لا اكيد. هل كسر ايدك؟ في طق عن طق يختلف يعني. بالضبط. ايه؟ احنا ما نتكلم عن الطق التأديبي، الطق التأديبي بالضبط. هذا شيء يعني ما بقول ضروري عشان الناس ما تاخذ علي الكلمه، بس اقصد الضرب التأديبي اللي ما مطلوب. يضر الطفل. في ناس ممكن ترى يوصلون مرحله يؤدون الى ضرر للطفل، شوي كسور، حروق. صحيح. كل أنواع الأذى، يعني الطق اللي يؤدي إلى أذى للطفل. صحيح. هذا هو اللي إحنا نعتبره. هذا أنتم اللي تقصدونه في حملتكم؟ هذا اللي نقصده، وفي أشياء ثانية ترى راح نتكلم عنها إن شاء الله. أنواع الإساءة للطفل تقصد؟ نعم. أنواع الإساءة مثل ما قلنا الأذى الجسدي، سواء بالضرب اللي يؤدي إلى الأذى. نعم. أو الأذى الجنسي. نعم. وهذه أشياء موجودة. نعم. النوع الثاني من الإساءة هو الإهانة، يعني أنت ساعات تقول حق الطفل ترى كلمات يمكن تكسر نفسه يظل طول عمره يتأثر. مثلا أنت غبي، هذه إساءة للطفل. لما الأم تدرس ولدها وهي شوي شادة حيلها عبالها قاعد تسوي له شيء زين، وكل ما غلط الياهل أطت على رأسها وقالت أنت غبي. جميل. الطقة يمكن ما عورته، لكن تبقى معاه طول العمر وتكسره. تكسره. الحديث يطول بهذا الموضوع دكتوره، ولا ودي اقاطعك الامانه، لكن ما بينتهي اللقاء من غير لا اتعرف انه ذاك يعني اذا هناك ارقام واحصائيات عالميه بهذا الامر نعرف الناس عليه. بس ممكن ارد الاساءه. إيه؟ لان في نوع ثالث ضروري، الاهمال. اهمال الطفل. اهمال الطفل. الحين عندنا وايد امهات تحط الايباد وتحط التلفزيون حق الياهل وتروح ما تدري عنه. هذه اكبر اساءه للطفل. إساءة يعني هذه ما تقدر تقول مو موجودة بالمجتمع. موجودة. موجودة وإساءة جدا ممكن تؤدي إلى يعني ضرر كبير حق الطفل نفسي، ويمكن حتى يأثر على حياته.
بسبب الاهمال. الاهمال وتعتقد ان يعني مجاب لها الولد فقط بالدراسه. بالضبط. فقط التعليم وهو هذا انا جابه. وساعات يا حال صغار 6 شهور وسنه عنده الايباد او التلفزيون والام تخليه وتروح. فبالنسبه حق الاحصائيات، الاحصائيات عندنا طفل من بين كل 5 اطفال بالكويت قاعد يضرب ضرب يؤدي الى ضرر. بالكويت؟ بالكويت. من واحد الى من بين كل 5 من بين كل 5 واحد؟ واحد قاعد يتعرض الى ضرب. الى ضرب يؤدي الى ضرر. ضرب يؤدي الى ضرر. عندنا واحد من بين كل 6 اطفال يتعرض لإهانة يوميا. عندنا واحد من بين 3 اطفال يتعرض للاهمال. ف الموضوع جدا كبير ويحتاج الى تسليط ضوء بشكل اكبر. قواكم الله دكتورة حضرتك وباقي العاملين معاكم في هذه الحملة. أترك لك الكلمة والرسالة إلى كل من يشاهدنا. أحب أوجه كلمة إلى كل أم وأب. الإساءة مو بس بالضرب، الإساءة لما تقول لك كلمة جارحة، الإساءة لما تهمله. الأطفال لهم حقوق عديدة، لهم حق الصحة والتعليم واللعب والترفيه والرعاية، فهذه كلها حقوق للطفل. يعني هم هدية من الله سبحانه وتعالى ولازم نحطهم بعيوننا، والله يحفظ الجميع. آمين يا رب. انتصار صبر الهندال استشاري طب العائلة، شكرا جزيلا لك. شكرا. كل شكر لضيفتنا الكريمة الدكتورة انتصار صبر الهندال. مستمرين معاكم بعد الفاصل. يقال أن أقصر طريق للشهرة في وقتنا المعاصر هو عالم شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن ما هي المقومات التي يجب أو تجعل من الشخص فعلا منتشر ومشهور؟ وهل هذه الشهرة مقبولة، محمودة، محظورة، غير حميدة؟ كل إنسان فعلا يرى نفسه أن هذا التواصل مشهور ومعروف، لكن في المقابل هل هو يعي تماما أن هذه الشهرة عند الناس أنت مقبول، أنت محبوب، أنت راضين عليك؟ صحيح أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، ولكن أيضا هل ما نبي الكل يعتقد أن خلاص الناس عارفتك أنت خلاص أنت محبوب؟ لا، مو بالضرورة. هذه آراء موجودة راح تعرف مع ضيفنا عن هذه الأمور، وفي نفس الوقت راح تعرف على استخدام الإعلانات في هذه الشبكات. هذا الإعلان هل هو قاعد يفيد هذا الشخص؟ هل قاعد يضره؟ هل قاعد يفقد مصداقيته عند الآخرين؟ كل هذه الأمور راح نناقشها مع ضيفنا الكريم، وسأترك له المساحة الكبيرة. وسعيد جدا أنا بلقائي معه ومن متابعينه على المستوى الشخصي، لأنه دائما جميل ويطرح كل شيء جميل بطريقته الجميلة ومميزة. باسمكم جميعا رحب بالأستاذ علي مبارك، وهو ناشط في شبكات التواصل الاجتماعي. مساء الخير أخوي علي. مساك الله. حياك الله. الله يعطيك العافية. الله مشكور على المقدمة وايد، يعني الله يعطيك العافية. الله ومشكورين على الاستضافة. انت المشكور وقواك الله حبيبي. وش سالفتك مع الخوال اخوي؟ ليش مزعلهم؟ ايش تبي فيهم؟ تحارشهم اهلنا حبيبينا وشنو؟ خليت خلق الله كلهم ورحت عليهم. ايش فيك انا؟ شوف ترى انا ما حارشتهم، والله ما حارشتهم. ماشي. انا قاعد اقول ليش ما نزلتوا؟ حلو سؤال. يبون يصوتون ما يبي ينزل. لا انزل انزل، ما فيها شيء، ما فيها شيء. شوف الموضوع ترى بخصوص عن الفيديو، احنا قاعد نتكلم عن الفيديو هذا. انا قصدي ترى مو بس عن قاعد اتكلم عن الخوار. نعم. لان شوف نهايه المطاف انا مو قاعد اتكلم عن عنصريه ولا شيء كذي. اول شيء انا جاي من باب الدعابه. اثنين ودي صدق اني اشوف شباب، بس ابي اشوف شباب، ابي اشوف شباب. خوال كلهم 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 حتى البيض يلا عشان يدلون علينا. قواك الله. اليوم خلينا ننطلق معاك اخوي علي ونتكلم فعلا اليوم واقع مشاهير سوشيال ميديا. صحيح. كيف يراعي علي مبارك، كيف يقيمه، يعني من وجهة نظرك انت وانت من هذا المجال تحديدا؟ شوف السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، وخصوصا اللي مثلا يدش عالم الشهره، خلينا نتكلم انه دش وصار مشهور والى اخره. اول شيء هي الشهره مسؤوليه. انا ما اشوفها ان الشهره بس اساس انك الناس قامت تعرفك وتحبك، مو بالضروره انك تكون مشهور مثل ما تفضلت انت اول شيء ان الناس كلها راح تحبك. في وايد بالسوشيال ميديا بس يناقص تقول شادي، في اوادم ما ادري شلون يعني قاعد تغير حتى الثقافه، واحنا قاعد نلاحظ هالشيء. في ثقافه تتغير، في ثقافات تتغير، في عادات وتقاليد تتغير،
من السوشيال ميديا. من السوشيال ميديا أكيد، لأن السوشيال ميديا يخاطبك أنت بروحك، فيخاطب عقلك، غير عن الإعلام التقليدي. في فرق، لأن إذا أنا طلعت عليك كل يوم بنفس الموضوع وبنفس المنوال وبنفس الشكل، أنت من داخلك أنا قاعد أخاطب هني داخل اللي هو اللي يسمونه اللي هو عقلك الباطن. فهذا شيء وايد خطير، فلازم كل واحد يكون عنده إن شاء الله لو وتبر الرقم، لازم يكون مسؤول على تصرفاته، عن كلامه، عن شلون يوصل الشيء اللي قاعد يفكر فيه إنه ينشره. ترى هذا شيء مو سهل، وايد خطير. يعني أنت قبل لا تنشر أي شيء تتخذ هذه الأمور مع نفسك؟ لازم أحط بالي إني أنا راح أدش بيوت، بيوت على كل الأعمار. إذا كعلي مبارك قبل لا يقدم أي فيديو تمر بهذه الفلترة؟ ضروري. والآخرين اللي تشوفهم السوشيال ميديا في ناس أعمارها مختلفة، ثقافتها مختلفة، تلقيها للعلم مختلف، بيئة الحياة الأسرية اللي عاشوا فيها تختلف، في بيئة تقبل في بيئة ترفض وقاعد تعمم. بس لا ننسى إحنا عايشين بمجتمع، والمجتمع هذا له عادات وتقاليد، والعادات والتقاليد هذه إحنا متربين عليها. يعني مو معقولة واحد عنده عادات وتقاليد يبينه والله من الشبرة، أكيد جاي من نفس المكان، من الكويت. يعني ما في ناس انشأت برا الكويت، انشأت برا الكويت بس ويرد حق المجتمع وقاعد يقدم ثقافة المجتمع اللي نشأ صح فيه. بس احنا ياريت احنا ناخذ الثقافة او خلنا ناخذ الشيء الإيجابي من هذا المجتمع، احنا قاعد نجيب الشيء السلبي اللي لوع الكبد ونحطه عندنا هني، فهذا بالضبط اللي قاعد يصير، خصوصا بالأعمار الصغيرة. يعني انت تشوفه سلبي من وجهة نظرك لكن هو قاعد يشوفه إيجابي. لا شوف، انا عشت وايد اماكن، يعني دارس انا بامريكا واشتغلت باليابان واشتغلت بسنغافورة واماكن وايد. باليابان اشتغلت؟ اشتغلتي يا تحكي ياباني؟ ألقياتو غوزايمس يعني شكرا شكرا. تدخلت على موضوع اليابان بس كمل فكرتك وبرجع حق اليابان. عرفت؟ فهذا الشيء يعني شفت هالثقافات هاي كلها. نعم. كلها شفتها وما أثرت على علي مبارك. ما كاه الحمد لله. لا علي مبارك الكويتي قاعد يغدر. الحمد لله وقاعد يتكلم عادي. إذا تشوف في ناس بالسوشيال ميديا قاعد يسيئون للمجتمع الكويتي؟ وايد. سواء نساء أو رجال، من الأكثر؟ وايد. من الأكثر؟ الاثنين. 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 قاعد أقول لك إيه، شوف ماكو فرق بين المرأة والريال، أوكي؟ يعني هذا الاثنين اثنيناتهم، أي واحد أي إنسان أي شخص كويتي يمثل ديرته لازم يتكلم بطريقة ما تخدش العادات والتقاليد بعضها الطريقة. إيه بس المرأة أكيد لها دور في الثقافة بشكل عام. لها دور. والشاب له دور، هذه لها متابعين ويتأثرون فيها. صحيح. من جنس المرأة، هذا من جنس الرجل. ما أختلف معك. في مواضيع خاصة فيهم قاعد يتابعونها الاثنين. هل ترى اليوم المرأة بالسوشيال ميديا اللي موجودة فعلًا تجاوزت حدود الواقع واللي هي قاعد تقدم شيء طبيعي؟ يعني خلينا شوي نكون واقعيين، يعني لما مثلًا واحد يطلع مع مرته. أوكي، في خصوصيات في الموضوع. يفترض يعني انه مرفوض هذا الامر. مرفوض يعني ايش بتوريني يعني؟ نعم. ما له داعي اني انا اشوف هالسالفه. ما تعتقد انه ممكن بالمستقبل اذا ساء الامر بهذا الاتجاه او صار بهذا الاتجاه وسار وساء ممكن يظهر قانون لتنظيم عمليه السوشيال ميديا وما يطرح فيها، ام انت ضد هذا الموضوع؟ اكثر من كذي بعد، الله يهداك، واتساب تدز الحين حق واحد من ربعي اذا زعلان عليك دخلك وداك ايش اسمه يروك من الجروب. اي بعد هالمره لا يا عمي تكفى. ما اذا كثر الامر، يعني انت تدري انه ما ظهر قانون الاعلام الالكتروني الا بعد ما كثر الهرج والمرج والادعاءات الباطله على الاخرين. صحيح. الناس طالبت يا اخي قانون نظمه العالم. صح. في شوف. حقوق لنا قاعده تهدر بشكل غير مباشر مثل ما قلت لك انا. اول شيء ان هل ممكن يظهر على السوشيال ميديا باكر تتوقع هذا الامر او شوف. تكون ضد؟ لازم يكون في عندنا شيء، يعني مو كل شيء بالقانون، يعني خلي يكون في عندنا رقابه ذاتيه من نفسنا احنا، نقول والله اوكي انا لازم اسوي كذا وكذا وكذا عشان احافظ على مجتمعي. هي مواقع التواصل الاجتماعي، يعني معناته انت داش بالمجتمع مالك بكل انحاء او طوائفه واعماره، فلازم تكون داري بالك. اليوم الشهرة سهلة بالتواصل الاجتماعي ولا صارت صعبة الحين اللي بيحب ينتشر وينشر؟ شوف على حسب شلون تبي تنتشر. تبي تنتشر ان عندك رسالة، ولا تبي تنتشر على اساس انك تقعد تناقز وتوصل شيء غلط، ولا ترقص؟ في وايد في ترقص، في ناس تستغل الجمال، في ناس تستغل الملبس، في ناس هذا انت مقبول هذا الامر؟ انا حر يعني خلينا نقول رايي الشخصي لا. اذا كان عندك رسالة اوكي، بلبسك، بشغلة، بتالنت عندك، مثلا خلينا نقول عندك شيء بتسويه بتوصله حق الناس، بالعكس روح سوي اللي بتسوي، ما عندي مشكلة فيه، بس لا توصله للوقاحة. لا تصل للوقاحة. علي اليوم تشوف ان الموضوع اللي يوصل حق الناس يوصل لهم بشكل سريع بطريقة هزلية وفيها سخرية وتوصل موضوعك يوصل حق الناس بشكل أسرع، او ان الموضوع يوصل حق الناس بالمستندات والأدلة هو اللي يوصل بشكل أسرع؟ اوكي شوف، يعني انا عندي اي اذا بت اي واحد او اي شخص يبي يوصل معلومه، توصيل المعلومه فن،
يعني مو أي واحد يقدر يوصل معلومة. تقدر توصلها طبيعي عادي، بس مو بالضرورة إني أبي أسمع منك، وخصوصا إذا ما كان في بيني وبينك تجاذب بالحوار فما له داعي بطنش. بس طريقتك إشلون توصلها، في طريق في طرق وايد وايد تقدر توصلها. مثلا أغلب المعلومات أو الأشياء اللي أنا قاعد أوصلها بالسوشيال ميديا قاعد أوصلها بقالب ما بيأسميه كوميدي، ساخر. إذا توصل المعلومة بطريقة أو بقالب ساخر راح تتقبل بضحكة، لأن الناس ملت من ضيقة الخلق والغلقة والذبح واللي قاعد يصير بالعالم. فلما توصل المشكلة ولا النقطة هذه أو خلينا نقول أي قضية أوصلها بطابع ساخر يضحك، يرسم بسمة عليك كافي. أنا ما أبي شيء، أنا كل اللي أبيك تتناقله، أبيك تتكلم، مو بالضرورة نتفق معي، لا تتفق معي يا رجل، لكن ناقش القضية، اطرحها وناقشها، اطرحها، يمكن رأيك أصح من رأيي. نعم. مو بالضرورة أن أي واحد بالسوشيال ميديا لا صحيح، لا. أنا ياما تعلمت من الناس اللي موجودين، ويعني في فولورز بالعكس، في مثقفين و و و و والحمد لله، يعني ما هو بقاصرني شيء إني عشان أوصل، يعني الحمد لله كثقافة في موجودة الثقافة، يعني أقدر أوصل وأقدر أكلمك كدكتور، أقدر أكلمك كدكتور، يعني في عندي الهندسة، أنا خريج هندسة من أمريكا، عندي ماجستير في إدارة أعمال وخبرتي، والحين إن شاء الله شغال على ما بقى شيء وخلص بالدكتوراه، وفي عندك هم بعد خبرتي طويلة بالنفط وبالتعليم. بس هل أنت تدري بالموضوع؟ هل المتابع يدري بالموضوع؟ لا ما يدري. ليش؟ لسبب واحد فقط لا غير، لأن أبي أحسس العالم، وهذه رسالة من زمان أنا كان ودي أقولها، أن أنت شهادتك مو معناتها الشيء اللي يبين شخصك، خل تربيتك ويعني عملك وهو اللي يبين أنت منه، مو شهادتك. الشهادة هذه شيء تبين لك قيمة العمل اللي أنت تسويه، غير هذا لا، شهادتك ما راح تفيدني ولا أصلا ولا أبيها. شهادتك لك وعقلك لي، صح. خلنا نختصرها بهذا الموضوع. لذلك اليوم علي مبارك يقدم عقله ويتحدث إلى الناس. هذا هو جزيدة ما في إلا العافية. وين اللي يقول مغرور ومعصب و24 ساعة يعصب على العالم وما أدري شنو وما يحب يسمع آراء ثانية وبالكومنت مبهذلين 60 بهذلة ويعصب على العالم؟ شو زين ايش حالات علي مبارك؟ ما في الا العافيه وبسيط. راح احكي واكمل معاك علي حبيبي على نفس هذا الموضوع، واكثر شيء يضايق علي مبارك في السوشيال ميديا بعد الفاصل. علي بخاطري سؤال أتكلم فيه موضوع ذكر قبل شوي علي، يمكن اللي تابع حلقة، بأنه إنسان حصل على الماجستير ومهندس وقريبا إن شاء الله دكتوراه، تجولت بعدة دول، اكتسبت عدة الخبرات، خبرات كثيرة متنوعة الحمد لله، عملت بأماكن حساسة ومرموقة والكل يتمنى يعمل فيها. فبالتالي أنت كشخص كويتي أكيد عندك علاقاتك الاجتماعية، والكويت هو مجتمع دواويني، صح. فتخيل بعد فترة أنت دكتور علي مبارك، وأنا شايف الفيديو أجلكم الله علي وهو انتشر هذا الفيديو واللي أعتقد يعرفه أكثر الناس، وهو يقلد أجلكم الله الكلب. فتخيل أنت قاعد تقلد لي كلب وتقلد صوته وحركاته، وعلي مبارك حامل ماجستير ودكتوراه، شلون الناس قاعد تستقبلك في المجتمع؟ أنت ما تحس أنك قاعد تغامر هني بشخصيتك بمكانتك المجتمعية؟ أترك التعليق لك. شوف خلنا نأخذها من المكان المجتمعية إلى عشان ما أبي أبرر، ماكو شيء اسمه تبرير، لأن أي شيء أنا قاعد أسوي أدري فيه ومحسوب 180 درجة أدري. أولا لما تكلمت أنا بالفيديو هذا، الفيديو هذا كان في عندنا لحوم فاسدة قاعد تباع، صحيح. فعساس أني أوصل فكرة أقدر أقول لك إياها، ترى يا جماعة في لحوم كذا 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 وفي كذي كذي كذي، أوكي. بس هل راح تقبلها تأخذها؟ لا. بس إذا مثل ساعة شنو قلت لك، توصيل المعلومة فن، إذا نبحت ولا سويت كذا ولا سويت كذا، هل هذا راح يقلل من قدري؟ لا. على أي أساس؟ وشنو السبب؟ بالعكس أنا قاعد أكلمك وقاعد أقول لك إياها، صقتها لك بغالب ثاني غريب كوميدي، مو موجود وكوميدي تبي تسمي كوميدي، معني ما ضحكت، بس إن وصلت الفكرة وخليتك الحين أنت تتكلم عنها، ودريت إن في عندنا تكرم لحم كلاب قاعد ينباع وغيرها، والناس المسؤولين شافوا هالموضوع ووصلتها حقهم، مع أن في ناس وايد تكلمت عنها، ليش ما شافتها؟ ليش؟ لأني وصلت لك إياها بطريقة غير،
بس احنا شو نسوي هني عندنا؟ في بعض البعض بالمجتمع شو يسوي؟ يمسك لك على شغله واحده من الفيديو ويترك شنو؟ لب الموضوع او شنو يعني الفيديو هذا قاعد يتكلم عنه في هذا الفيديو شو اللي مسكوه فيه وشو اللي تركوه فيه؟ ما مسكوا شيء بس منشور ما في شيء لان ما في شيء مثلا غلط ولا شيء غريب. اذا بنتكلم احنا عن شيء سيء ماكو شيء فيه سيء، انا ما اشوف فيه شيء سيء. لا اقصد انت شخصك لما تدش مثلا الديوانيه ولا تدش كذا ولا تدش في عملك وانت مسؤول في العمل هذا اللي هذا الجماعه اللي بالفيديو اللي قاعد شلون حركته حلوه والله وصل المعلومه لكن قاعد يقلد الكلب وحركته انت ما ياثر عليك نفسيا؟ لا 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 مدام شوف مدام انا واثق بالشيء اللي انا قاعد اسويه ليش اني اقول والله لا والله هذا فشله ولا غيره؟ لا ياما في ناس قعدت على كراسي وما شاء الله بشهاداتها بس لا تجرؤ انها تطلع الواقع او الشيء اللي وده يقوله حق الناس ويوصله. ليش ما يجرؤ؟ خايف من شنو؟ وايد تخاف من ان الناس تقول له انت سويت كذي ولا سويت كذي. هذا عامل حساب حق الناس، انت معناته مو عامل حساب حق الناس؟ ليش اعمل حساب؟ ما دام انا مو غلطان ولا اخطات بحق الناس ليش اعمل؟ اهم شيء اني اشوف كلامي حق الناس لازم يكون باحترام بس انا اهم شيء عندي اني اوصل المعلومه صحيحه. على موضوع الاحترام وبسرعه قاعد تقول ها صحيحه وبسرعه على موضوع الاحترام شو اكثر شيء ضايقك بالتعليقات؟ دائما بعد كل فيديو او اغلب فيديوهاتك ترد معصب تعلق على الفيديو وتعلق كانك قاعد تسمع شيء يجرحك. لا شو اللي قاعد يجرحك؟ ساعات ساعات يعني عرفت انت ما تكون حارق قلبك على شيء ايه يعني عطني مثال انا لما اكلم مثلا قاعد اتكلم مثلا عن مثلا عن شنو صعود بنزين زين ايه قاعد أتكلم عنه ومحروق قلبي صار كذي وصار كذي وليش كذي يجيك واحد طاق 70 إشارة ويايك وداعم الرصيف وياني ويقول لي مثلا هني شيء عرف حاجبك والله مو نازلة تحت ولا يجيك واحد كذي على الجنب ويقول لك والله إحنا نبيع كريمات لتبييض البشرة يعني أنت متخيل أنا وين وأنت وين؟ ماكو احساس يعني خلي شوي عندك احساس. فهذا تعليقات الناس يعني في النهايه اعطهم الفرصه يعلقون تؤمن انت بالراي والراي الاخر خليه يعلق ليش تحجر عليه؟ او مثلا خلى كل شيء وقال لي لون دشداشتك والله هذه شتويه ايه الزرق وانا في صيفي ازرق يعني الديزاين واللوك لا علاقه بايصال الرساله ايضا علي؟ هل انت تعتمد ديزاين بشكل معين حتى انك انت لا ساعات على حسب اشوف اهم شيء هو بالانسان طبيعه الانسان لما يتكلم ترى يمكن نسبه بسيطه من الكلام يفهمه اوكي بس الاغلب اللي هو البادي لانجوج احنا اللي حركه الجسم حركه الوي شلون يتكلم شلون يعبر هذه وايد مهمه بالسوشيال ميديا. الاعلانات بالسوشيال ميديا مع الاشخاص هل تعتقد ان هذا تفقد الشخص مصداقيته مع الاخرين مع الجمهور؟ يعني الإعلانات التجارية في البعض إيه يعني مثلا أنت لما تروح مثلا شايف لك بيضة صغيرة كذي وريحتها خايسة وتقول الله يا حلوها ما شاء الله نزاكة وشذب على أكيد لا يعني صار هالحكي صير ليش ما صير صير موجود إيه ولا مثلا صحن هالكبرى وفي جبنتين وزيتونة وقاعد تكلم العين تقول حلو لا ما يصير يعني وفي وايد صارت اشياء يعني انت ضد انه يكونون تواصل اجتماعي او مشاهير تواصل اجتماعي يتعاملون مع الاعلان التجاري بغير مصداقيه فقط للماده بالمصداقيه اكثر احسن يعني لان هذه راح تخليك مو بس مع اللي متابعينك حتى ترى اللي قاعد تسوي له اعلان بالعكس يمكن يصلح من مساره اذا كان في شيء غلط. رسالتك حق المتابعين من قبل الناس بالسوشيال ميديا واللي لهم تأثير هل يقدر يغير قناعات الناس يغير قناعات المراهقين الجيل القادم هذا الشخصية المشهورة بالسوشيال ميديا يقدر يغير قناعاتهم ولا هو فترة من الفترات راح يكون فقط أني أنا متابعك محب لك بعدين أكبر أنا بالسن وتنتهي هذا الحب ينتهي لك وخلاص وتتغير حياتي مثل ما في السابق كنا مفتونين بأشخاص معينة بعد ما كبرنا بالسن وتعلمنا انتهت هذه المرحلة وهي مرحلة مراهقة وغيرها هل ممكن هذا يتعرض له بالسوشيال ميديا ولا انت تشوفه ممكن ياثر على المستوى الطويل والبعيد؟ ياثر كثير لان اذا انت كل يوم قاعد تزن على نفس الشخص قاعد يشوفك ويتابعك راح ياثر عليك على شخصيتك يغير قناعاته راح يغير قناعات بس اذا مثل ما تفضلت بس مع الكبر يمكن انت شويه تفهم شنو قاعد يصير حولك راح تتغير من تغير قناعاتك يمكن راح تقول لا ايش قاعد اسوي
مش كنت أتابع. مش كنت أتابع. مش كنت أسأل. ونفس الموضوع يعني السن والخبرة بالحياة راح تعطيك وجهة نظر غير طبيعة عمل يعني تشوف الناس بطريقة ثانية. أنا دائما آخر سؤال مع مشاهير السوشيال ميديا هل ناوي تتقاعد ولا مستمر؟ أنا ما عملت عشان أتقاعد بالسوشيال ميديا. إيه أنا ما عملت عشان أتقاعد. يعني تستمر بهذا الإطار أم في فترة مرحلة من حياتك راح تتوقف؟ شوف هي شوف حب الناس ترى شيء حلو. سيشجع شيء حلو يعني لما تكون يعني وايد استخدمت السوشيال ميديا حتى بمساعدة الناس يعني شيء وايد يخليك جميل. إن جميل. تستانس جميل. يعني خصوصا لما تسوي خير ولا مني ولا مني هذا شيء حلو وحب الناس ترى هذا يعني رضا من ربك سبحانه صحيح فبالعكس إذا أقدر أعطي فيه راح أعطي إذا حسيت نفسي لا والله تلش أطلع منه نعم فيك وحياك الله أخوي علي مبارك سعد جدا بلقائي معك والتحاور معك إذا من رسالة حاب تقولها كل من يتابعنا تفضل والله مشكورين وجزاكم الله ألف خير وإن شاء الله كنت خفيف عليكم ضيف خفيف والله يعطيكم العافية إن شاء الله الله يعافيك ويسلمك قاعد يحكي طبيعي ما في شيء ما أدري إذا مسك هالتليفون يركبه شيطان يقعد يسوي حركات وش سالفتي تبي تختم بشيء معين خلي الكتاب لك ها بطريقتك بس على سالفة ترى لا ترى صدق سالفة لليهال ترى لا يطلعون قانون جد إيه سالفة القانون هذا في قانون حق اليهال بس لا يا عمي تكفى يدق تلفون يقول كنت طاقة ولا شيء عاد تروح فيها أنت باتل ونص الكويت راح يدشون السجن بارك الله فيك مشكور ما قصرت كل شكر لضيفنا الكريم الناشط بوسائل التواصل الاجتماعي علي مبارك سعد جدا باللقاء مع هذه الشخصية الجميلة وأيضا مع الدكتور انتصار على موضوع الأطفال نتمنى أنكم استمتعتوا معنا بهذا المساء اللي جمعنا معاكم دوم على الخير والمحبة تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي كنت معاكم راشد حسن تصبحون على أمن وأمان وصحة بالأبدان إلى اللقاء